السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله يا جماعة هنتكلم عن موضوع جديد، هو اللوب أنتنز، وهنشوف أنواع اللوب أنتنز إيه، وهنختص بالدراسة أكتر وهنركز على السمول لوب أنتنة في الشغل بتاعنا إن شاء الله. اللوب أنتنة هي نوع من أنواع الأنتنز المشهورة برضو والموجودة بشكل كتير حوالينا، يمكن بتشوفها كتير بالذات في البيز ستيشنز بتاعة الموبايل أو في أبراج الاتصالات بتاعة البوليس والشرطة. اللوب أنتنة بمنتهى البساطة هي عبارة، ممكن تاخد شكل إنها تكون بشكل مدور بالمنظر ده، ممكن تكون واخدة شكل مربع بالمنظر ده أو مستطيل، ممكن تكون واخدة شكل حاجة زي مثلث بالمنظر ده، اتس أوكي، يعني كل ده بيتقال عليه لوب أنتنز. طيب، هي نوع من أنواع الأنتنز المشهورة جدا، هي بسيطة inexpensive، يعني في منها تايبس كتير زي ما احنا شفنا كده، أنواع كتير جدا زي ما احنا قلنا ريكتانجل سكوير تريانجل اليبس سيركل اند سو اون. اللي يهمني في الموضوع ده ان اللوب انتنز بنقسمها لاثنين كاتيجوريز مهمين جدا، اول واحده اللي هي الالكتريكلي سمول انتنز والالكتريكلي لارج لوبس. الالكتريكلي سمول بتتقاس عن طريق ان احنا نشوف السيركمفرنس بتاع الانتنه، ماشي، هل هو اقل من لامدا على 10؟ يبقى انا بحسب السيركمفرنس بتاع الانتنه، ولو كان اقل من لامدا على 10 في الحاله دي الكاتيجوري بتاع الانتنه بتاعي بيكون انها الكتريكال سمول انتنه. لو كان العلاقه دي ما اتحققتش يبقى بنسميها في الحاله دي بتكون الكتريكالي لارج لوب. احنا يمكن هنركز اكتر في شغلنا على الالكتريكالي سمول انتنز اكتر في شغلنا بتاع المحاضره دي. طيب، السمول سيركولار لوب احنا هنشتغل عليها، لان طبعا الريكتانجولر زيها والتريانجولر والالبسويد كلهم زي بعض، فاحنا هناخد حاجه اسهل اللي هي الشكل المنتظم اللي هو الشكل المدور، ونبتدي ندرس الراديشن باترن بتاعه ونشوف ايه الخصائص بتاعته. طيب، انا عندي نوت لوب، اللوب دي موجوده في الاكس واي بلين زي ما احنا شايفين كده، تمام، الطول بتاعها ال وبيمشي فيها تيار اسمه اي 5. هنقول ان الاي 5 بيمشي فيها تيار كونستانت، التيار كونستانت ده قيمته اي نود زي ما احنا شايفين، تمام. هنقول عندي ان هو ان انا عندي نقطه اوبزرفيشن بوينت، هنا الاوبزرفيشن بوينت دي عشان انا اجيبها، تمام، يبقى هنقول ايه، احنا محتاجين نجيب نفرق ما بين الفيكتور ار اللي هو من السورس للاوبزرفيشن بوينت بتاعتي والفيكتور ار سمول اللي هو من الاوريجين المفروض لمين، للاوبزرفيشن بوينت برضو، يعني هنا واضحه قوي دي كده، هنا هو دبل فار فيلد في ابروكسيميشن ان الار بتساوي الار كماجنتيود فين، في الفار فيلد يعني بعيد قوي عن الانتنه، الفيكتور ار سمول بيساوي الفيكتور تقريبا ار كابيتال هنا اهوت، انما هنا اهوت لا في ديفرنس ما بينهم، وده بناخده دايما في الفيس تيرم زي ما احنا قلنا برضو فين، في الواير انتنز في الايه اللي احنا خدناها المحاضره اللي فاتت. طيب تعال نشوف نعمل ازاي ونحسب ازاي الكلام ده. بمنتهى البساطه هنبتدي نحسب الراديتد فيلد، عشان اجيب الراديتد فيلد يبقى انا محتاج اجيب مين يا جماعه، ها، ايوه صح كده، اجيب البوتنشال فيكتور. البوتنشال فيكتور بحسبه عن طريق جرينز فانكشن بالمنظر ده، انفذ التكامل بتاعي، بس نخلي بالنا الدي ال هي عباره عن، ها ايوه، الدي ال هتبقى حته من اللوب بتاعتي فهتبقى ار دي فاي، ايوه كده، يعني دلتا ال هتبقى ار دي فاي في الحاله دي. طيب، السبيشال ديستريبيوشن كارنت، طيب هتبقى عباره عن ايه الاي، هنقول ان الاي هتبقى ليها كومبوننتس في الايه، في الـ يعني اي حته منها، يعني احنا بناخد احنا هنا بنتكلم على سورس، اي انفينيتيزمال سيكشن، يعني احنا بنتكلم على الكرنت في الانفينيتيزمال سيكشن، يعني ده الكرنت اللي جوه الدلتا ال بتاعتي، دلتا ال برايم، تمام، هيبقى جزء منه كومبوننت في الاي اكس كومبوننت، كومبوننت في الاي واي كومبوننت، كومبوننت في الاي زد كومبوننت زي ما احنا شايفين، تمام. طيب، لو احنا عملنا الاكسبريشن في السفيريكال كوردينيتس، ماشي، وحولنا من كارتيزيان للسفيريكال، هتبقى تاخد الصوره ديت كفانكشن في الايه، في الفاي وفي الثيتا. طيب جميل، يبقى احنا زي ما احنا بنقول كده ان نحسب الار فيكتور كماجنتيود، الار فيكتور اللي هو الار ده، الار كماجنتيود كديستنس هتبقى عباره زي ما احنا عملنا المره اللي فاتت، اكس ماينس اكس برايم تربيع، واي ماينس واي برايم تربيع، زد ماينس زد برايم تربيع. يعني دي شوية حاجات بفكركم هنا بشوية تحويلات،
من الكارتيزيان للايه للسفيريكال كوردينيتس. ماشي، كل العلاقات دي ساريه ما بين السفيريكال والايه والكارتيزيان. تمام يا جماعه. طيب زي ما انا قلت لكم الدلتا ال هتساوي الايه الار في حاله، في الحاله دي هنا الريديوس بكام؟ بايه. يبقى الدلتا ال برايم هتساوي الايه دي فاي برايم. تمام. طيب احنا دلوقتي جبنا البوتنشال فيكتور زي ما احنا قلنا قبل كده اهوت. تعالوا نجيب بقى عندي الماجنتيك فيلد كومبوننت والالكتريكال فيلد كومبوننت. هنلاقي ان الاتش فاي بتساوي 0 والاي ار والاي ثيتا بتساوي 0، وده من سيمتريه الانتنة اللي محطوطه في الاكس واي بلين. عندي نقطه هنا مهمه يمكن ممكن نتكلم عليها. احيانا بيقولوا في كونفرجن شهيره قوي، بيقول لك ان الالكتريكال لوب السمول الكتريكال لوب بيكافئ حاجه بنسميها الماجنتيك دايبول. تمام، ماجنتيك دايبول. علشان الماجنتيك، طب الماجنتيك دايبول ده ايه الايكويشنز بتاعته؟ الماجنتيك دايبولز هي دي الايكويشنز بتاعته. طيب امتى يعني ايه العلاقه ما بين الالكتريكال دايبول ده والماجنتيك دايبول لو في ريسبروستي بينهم بالمنظر ده؟ قال لك لازم يبقى في كونفرجن معينه. الكونفرجن دي بتقول ايه؟ بتقول ان الاي ام اللي هو الماجنتيك كارنت اللي ماشي في الماجنتيك دايبول ده، الكارنت اللي ماشي في الماجنتيك دايبول مضروب في اللينس بتاع الدايبول بيساوي جي في اس. اس دي اللي هي السيرفيس اريا او الاريا اوف ذا لوب اللي هي السيركلر لوب بتاعتنا في الحاله دي، مضروبه في اوميجا، مضروبه في ميو، موجود مضروبه في الاي نوت اللي هو الكرنت اللي بيمر فين في اللي هي اللوب بتاعتي. لو جينا بصينا هنا عايزين نشوف الباترن بقى. طب الباترن شكله ايه؟ انا يهمني طبعا الفار فيلد باترن. لو انا عايز ابص على الفار فيلد باترن هلاقي ان الباترن هنا بيشبه كتير جدا الهرتزيان لوب. بصوا كده، يعني انا لو عملت مقارنه ما بين الهرتزيان لوب اللي واقف على الزد اكسس وادي السمول لوب اهي العموديه على الزد اكسس، تمام، بلاقي ان الالكتريكال في بلاقي الالكتريكال فيلد راديشن بالمنظر تقريبا نفس المنظر بالظبط. ماشي، وده في الحاله دي بيكون ايه يا جماعه؟ ها بيكون واخد شكل الايت او الانفينيتي سيمبل دي. تمام، او زي ما انتم شايفينها 3 دي بالمنظر ده زي الدونات شيب، وفي نال منين؟ من فوق. طيب كلام جميل. دي شويه نوتس كنا بنتكلم عليها، يعني من ضمن المعلومات اللي احنا بنقولها بنقول ان الانتنه مثلا السمول لوب دي فيها مشكله. احنا قلنا ليها مميزات، رخيصه وسهله التصنيع وسهله الفيدنج، بس فيها مشكله مشاكل. من ضمن المشاكل انها ليها لو ها راديشن افشنسي. طب ليه ليها لو راديشن افشنسي؟ لان الراديشن ريزيستنس بتاعتها صغيره جدا، اقل من 1 اوم. ماشي، المشكله الثانيه اللي بتواجهني في الحاله ديت كمان انها نارو باند، الباند بتاعها الباند ويتس بتاعها اقل من 1%. تمام. طيب كمان بحتاج نوع من الامبيدنس ماتشنج علشان تقلل حته الريفليكشن كوفيشنت. ماشي يا جماعه، نخلي بالنا من الايه من النقط دي ونشتغل. طيب جمال، كلام جميل. تعالوا نشوف هنا اهوت في الحاله دي شويه الايكويشنز اللي هتحل لنا الايه تديني البيزك بارامترز بتاعت اللي هي الايه السمول لوب انتنا. الباور رادييتد البي راد، ماشي، طيب بتساوي ايه؟ هلاقي بقدر اجيبها من العلاقه دي مجرد بس ان انا اعرف طبعا الكي هي الويف نمبر اللي هي كام يا جماعه؟ 2 باي على لامدا بالظبط كده، مضروبه في ايه؟ في الكلام ده طبعا الاي نوت هو الكرنت اللي ماشي فين؟ في السمول لوب بتاعي. الار ار ديت دي الراديشن ريزيستنس بتتحسب من القانون ده. تمام، خلينا احنا نركز بس مع اخر حاجه هنا اهوت. تمام، وطبعا زي ما انا قلت لكم محدش يحفظ قوانين، القوانين دي هتبقى بروفايدد ان شاء الله في ورقه الاسئله ان شاء الله. طيب كلام جميل. طبعا الاس هنا في القانون ده هي مين؟ ايوه هي السيرفيس اريا بتاعت الايه ها بتاعت ايوه صح كده بتاعت الايه السمول لوب بتاعتي. طيب يبقى الاس هنا بتساوي ايه؟ بتساوي باي اي سكوير. السي اللي هي السيركمفرنس بتاعت الايه او البريمتر بتاعها اللي هي ايه 2 باي اي، طبعا لو الراديوس بتاعنا هو الايه. طيب يبقى انا كده جبت الراديشن ريزيستنس. طيب لو كان عندي مش لوب واحده بقى، عدد من اللوبس فوق بعض، يعني مجموعه لوبس لفه على بعض، وده غالبا بنلاقيها في بعض الاحيان بنلجا لها، ده اسلوب من ضمن الاساليب اللي بنلجا لها علشان ازود الراديشن ريزيستنس. هو انا عايز ازود الراديشن ريزيستنس طبعا. احنا زي ما احنا قلنا ان عيب السمول لوب انتنا انها
الراديشن ريزيستنس بتاعتها قليله. طب ازودها ازاي؟ قال لك زود اللوبس. ماشي، هزود اللوبس هلاقي ان الراديشن ريزيستنس بتتحسن بمقدار ان سكوير، حيث ان الان دي مين؟ عدد اللوبس اللي انا زودتها. طيب ولكن في طريقه ثانيه. في طريقه ثانيه، يمكن في طريقه ثانيه مشهوره قوي ويمكن شفناها كلنا في الراديوات القديمه، حاجه اسمها الفرايت لوبس. الفرايت لوبس دي بعمل ايه؟ انا زودت عدد اللوبس بتاعتي عشان ازود واحسن كفاءه الايه؟ واحسن كفاءه الراديشن ريزيستنس، انا زودت الان سكوير، يبقى انا ازود عدد اللوبس بحسن الراديشن ريزيستنس بفاكتور ان سكوير. وفي حاجه ثانيه كمان، لو انا حطيت حاجه زي فرايت كور جواها، الفرايت ده له ميو ار، وميو ار برقم، تمام؟ فمجرد ما احط في قلب اللوبس دي بدل ما هي فري سبيس او اير ماشي، لا حطيت جواها ما ماتيريال بالمنظر ده، طبعا في عازل، في شريط عازل او في عازل ما بينهم، تمام؟ بلاقي ان الراديشن ريزيستنس بتتحسن بفاكتور ميو ار سكوير، وطبعا دي حاجه مطلوبه جدا، تمام؟ طيب اغذي الانتنه دي ازاي؟ الانتنه دي احنا قلنا ليها كذا طريقه للتغذيه. بتتقسم عاده لثلاثه كاتيجوري في طرق تغذيتها، حاجه اسمها اندكتيف شيلدنج كابلنج لوبس، ماشي، اللي بيعمل فيه بالمنظر ده كده، بروح قاطع مثلا في النص هنا اهوت اللي هو الاوتر، بس الانر واصل من جوه الكواكسيال كيبل ده، واخد الانر بتاع الكواكسيال كيبل اوصله على الاوتر في نهايته هنا اهوت، تمام؟ دي طريقه من طرق الفيد بتاعت مين؟ بتاعت السمول لوب. في طرق ثانيه، كل ده الثلاث طرق الاي وبي وسي دول بيندرجوا تحت الاندكتيف شيلدنج كابلنج لوبس. في طريقه ثانيه عن طريق اندكتيف كابلنج، ان انا بحط لوب صغيره ثانيه بتعمل كابلنج لللوب الكبيره، واحط ان هو تيونينج كاباستور عشان اظبط الفريكوانسي الاوبريتنج فريكوانسي اللي انا عايز اشتغل عندها. في حاجه اسمها اندكتيف انشيلدد كابلنج لوبس، يبقى انا عندي شيلدد وانشيلدد، تمام؟ اللي من ضمنها ان انا اعمل التكنيكس اللي قدامنا الثلاثه دول، اللي قدامي دول بيعتبروا انشيلدد كابلنج لوبس. فهي زي ما انتم شايفين الفيدنج مش صعب، الفيدنج سهل، تمام؟ زي ما انتم شايفين كده اهوت، مش محتاج تعقيدات كبيره، مجرد طريقه توصيل مش اكتر من كده. طيب ده مثال بسيط قوي، بيقول لي find the radiation resistance of a single turn، يبقى انا عندي ال n بواحد هنا اهوت، and 8 turn small circular loop. هو انا عايزك في المثال ده يوريك الفرق بين الراديشن ريزيستنس لما عندي turn واحده ولما يبقى عندي 8 turnات، 8 turn، ايه اللي هيحصل؟ طيب the radius of the loop is lambda by 25، lambda by 25. طيب تعال نشوف كده، دي الاول يبقى تعالى نحسب الايه، طبعا دي سمول لوب لو انت طبقت عليها الشرط اللي جبت البريمتر بتاعها وطبقت الشرط بتاعنا اللي هو بنقول عليه اللامدا تكون اقل من او بتساوي كام؟ ايوه 10 بالظبط كده اللي احنا قلناه في اول سلايد. طيب بص كده، الاس عباره عن باي اي سكوير، يبقى انا حسبت الاس اللي هي الاريا بتاعت اللوب بتاعي. تعالى نجيب الار ار، في حاله السنجل تيرن ما عنديش الفاكتور ان سكوير، صح كده؟ احسبه من القانون تعويض مباشر، هيطلع 0.788 زي ما انا قلت لكم انها اقل من 1 اوم. طيب لما هزود عدد التيرنز ل 8 ايه اللي هيحصل؟ هيخش الفاكتور 8 سكوير، هتكون النتيجه ان الامبيدنس نطت مره واحده ب 50 اوم. طبعا الراديشن هنا في الحاله دي الراديشن يكاد يكون ميت، ملوش تاثير كبير، ولكن هنا في راديشن حقيقي لان الراديشن ريزيستنس زادت جدا زي ما انتم شايفين. طيب الايكوفلنت سيركت بتاعت اللوب دي، زي ما قلنا احيانا بحب نحط كاباستور عشان يعمل نوع من التيوننج ليها. ليه؟ بصوا معايا كده الزد ان، طبعا الكاباستور ده احيانا بيكون ريال كاباستور، واحيانا بيكون يعني انتروديوسد في طريقه الكابلنج بتاعتها او طريقه الفيدنج بتاعتها، زي ما انتوا شفتوا كده احيانا ايه، نقطع حته من النص مش عارفه نلف الكيبل ازاي ندخله ازاي. فهو السي ار ده يا اما فيزيكال كاباستور يا اما امبيدد جوه طريقه الفيدنج نفسها، بس في كل الحالات لازم من وجود ها الكاباستور ده، سواء كان فيزيكال كاباستور او حاجه انكلودد في طريقه الفيدنج نفسها. طب انا عايز السي ار ده ليه؟ اصل قال لك السي ار ده، ها انا عندي ان هو الجزء عباره عن ايه؟ انا عندي الانتنه جزء لوسز، وفي اكس اي اللي هي الهاي فريكوانسي رياكتنس جايه من اللوب بتاعتي،
وعندي راديشن ريزيستنس وعندي اكس اي. اكس اي اللي هي الاكسترنال اندكتيف رياكتانس اوف لوب انتنا. تمام. طيب انا عاوز ايه؟ انا عاوز عند الريزونانس ما يبقاش عندي جزء الرياكتانس ده خالص، انا عايز كله يبقى امبيدنس ريزيستنس، يبقى كل امبيدنس تبقى ريزيستنس. بعمل ايه؟ قال لك ان عندك هنا جزئين اندكتنس، هحط كاباستور عشان يعمل كومبنسيشن للجزء ده، فتبقى كان شايف الزد ان من الناحيه دي لزد ان برايم، كاني شايف ايه؟ كاني شايف بيور ريزيستنس. هو ده اللي احنا بنقوله بالمعادلات دي بمنتهى البساطه، بنقول ان الواي ان عند النقطه دي عند المكان ده هي عباره عن جي ان زائد جي بي ان. تمام؟ جزء ريال وجزء ايه؟ ايماجينري، اللي هي بتساوي 1 على زد ان، اللي هي 1 على ار ان زائد جي اكس ان. طب هو الار ان بكام والاكس ان بكام؟ اهي الزد ان اهي بار ان زائد جي اكس ان، اللي هي طبعا الجزء الريال هي عباره عن الراديشن ريزيستنس زائد الراديشن لوس. الجزء الرياكتنس هو عباره عن الايه؟ الاكسترنال اندكتيف بتاعت اللوب، ها، والاكس اي اللي هي ايه؟ الانترنال هاي فريكونسي رياكتنس اوف ذا لوب. تمام؟ طيب عند الريزونانس المفروض ان انا بظبط قيمه السي ار ده بحيث ان الجزء الرياكتنس بتاعه اللي هو البي ار بيساوي الماينس بي ان، فيقوم لما ينجمعوا على بعض يحصل ايه؟ يلاشوا بعض. السي ار المفروض بتساوي ايه يا جماعه؟ بتساوي عشان طبعا عند الكونديشن بتاعي، ها، يبقى بتساوي الكلام ده، يبقى عباره عن السي ار هتساوي بي ار على 2 باي اف، اللي هي بتساوي مين؟ ماينس بي ان على 2 باي اف، بتساوي الكلام دوت. يبقى اذا انت لو بتستعمل فيزيكال كاباستور تقدر تحسب قيمه الفيزيكال كاباستور المطلوب عن طريق المعادله اللي قدامي دي. طيب بعد ما حطيت الكاباستور بقى اشوف الامبيدنس اللي شايفها السورس اللي هي زد ان برايم بكام؟ قال لك زد ان هتساوي هي الار ان برايم اللي هي 1 على جي ان، اللي هي بكام في الاخر؟ هي بقت بيور ريال، شايفين كده؟ بقت بيور ريال، هي عباره عن الار ان زائد ترم تاني، هو ترم تاني جاي من وجود اللي هي الرياكتنس بتاعتي، ولكن بقت ريال، كانها ظاهريا بقت عباره عن ريزيستنس وليس رياكتنس، لان الجي مش موجوده. تمام يا جماعه؟ طيب دلوقتي عايزين نحسب ال اي عشان احسب منها الاكس اي. في حال طبعا السيركلر لوب ال اي بتساوي، احضر احسبها من الايكويشن ديت، ولو كان عندي سكوير لوب اقدر احسبها من الايكويشن اللي عندي ديت. طيب لو عايز احسب ال اي اللي عشان اجيب منها الاكس اي هحسبها من الايكويشن اللي عندي دي، حاسب ان ال دي هي طول اللوب بتاعتي اللي هي البريمتر بتاع اللوب. تمام؟ والبي هي البريمتر برضو بس بتاع مين المره دي؟ بتاع الواير، كروس سكشن اوف ذا واير. تمام؟ طيب لو انا دلوقتي حبيت اتكلم على السيركولار لوب انتنا دي، سمول سيركولار لوب انتنا كريسيفنج مود، هفترض ان انا عندي انسيدنت كومبوننت عامله زاويه مع العمودي على اتجاه البروباجيشن هي بساي. في اثنين كومبوننت اي انسيدنت واتش انسيدنت، جزء الكتريكال وجزء ماجنتيك. تمام؟ بماشيين في بيخبطوا السيركولار الويف دي بتخبط في السمول سيركولار لوب، وعندي اثنين تيرمينال هنا، هما الاثنين تيرمينال دول بيحصل ما بينهم حاجه بنسميها الفي اوبن سيركت. الفي اوبن سيركت لو جيت حسبته على ايه؟ بيساوي جي اوميجا بي اس، طبعا اللي هي بتساوي جي اوميجا بساي ام. ساي ام كابيتال دي هي الماجنتيك فلكس، ماشي، دي بتقاس بالويبر. اوكي؟ طبعا الاس هي السيرفيس اريا بتاع مين؟ بتاع بتاعت اللوب بتاعتي. تمام؟ هقدر احسب بالمعادلات الفي اوبن سيركت بكام؟ تمام؟ ومنها اقدر احسب اللود فولتج لو انا حطيت هنا ما بين التيرمينال 1 والتيرمينال 2 امبيدنس زد ال، اقدر احسب الفولتج اكروس ريزيستنس او الامبيدنس دي بكام بالظبط من الايكويشن. طيب نيجي دلوقتي لحاجه مهمه جدا بقى، دي سؤال مساله يعني. بيقول لي الاوميك لوسز احسبها ازاي؟ طبعا زي ما انتم شايفين انا عندي، احنا عمالين نقول ايه احسن حاجه عشان ازود الراديشن ريزيستنس؟ ازود عدد التيرنز. طب ما انا لما ازود عدد الترن اكيد الاوميك لوسز لو كانت موجوده في الماتيريال هتزيد، بس تزيد بفاكتور كام؟ تعال نشوف كده. قال لك الار اوميك بتساوي الان اللي هي النمبر اوف تيرنز عدد اللفات اي على بي. ايه هو الاي وايه هو البي؟ ها الاي هو اللوب ريديوس، اللوب ريديوس نفسها يعني ده الدايمتر اهو. تمام؟
طيب البي اللي هي مين؟ قال لك البي هي الراديوس بتاع الكروس سيكشن بتاع الواير اللي معمول منه الايه؟ ايوه صح، اللي معمول منه اللوب انتنا. طب الار اس هي زي ما احنا عارفين هي السيرفيس امبيدنس، بجيبها من القانون اللي عندي ده. طب ايه ار بي على ار او؟ قال لك الريشيو دي مهمه جدا 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 جدا. الريشيو دي بجيبها من الكيرف اللي قدامي ده. ازاي؟ قال لك بتجيبها عن طريق العلاقه اسمها اللي هي العلاقه اللي هي سي على البي. السي دي اللي هي ايه؟ المسافه الراسيه ما بين كل ترن والتانيه قد ايه؟ دي بنسميها 2 سي. تمام يا جماعه؟ طيب يبقى السي هي نص المسافه دي. لو قسمت نص المسافه دي على الراديوس بتاع الواير اللي معمول منه السمول لوب انتنا دي هيديني ريشيو. الريشيو دي عباره عن سي ديفايدد باي بي، نورماليزد باي بي. تمام؟ باجي هنا اشوف الريشيو دي قد ايه. مثلا سي طلعت 2، ابص على النمبر اوف تيرمز، يعني انا مثلا عندي سي 8، يبقى انا هاجي هنا 2 اطلع يقطع مع ال 8، يبقى تقريبا عندي هنا كام اهي؟ بصوا كده تقريبا عندي 0.5 تقريبا. تمام؟ يبقى اذا الريشيو اللي هي ار بي على ار او دي بجيبها من الكيرف، بشوف السي على بي بكام، واطلع خط راسي يقطع كيرف من الكيرفات دي اكوردنج للعدد التيرنز بتاعت الانتنه بتاعتي كام، ومنها اجيب الريشيو اللي هي ار بي على ار او. تمام يا جماعه؟ ما بحسبهاش دي ما بحسبهاش. تمام؟ طيب اللي احنا كنا بنقوله ده العيب اللي احنا كنا ايه بنقوله على مين؟ على الجزء ده. طيب ادي الاي سي دي حسبتها من الفيجر اللي فات، هنحسب الار بي على الار او هلاقيها 0.38 تقريبا. تمام؟ انا جبت السي 2 سي عندي نوت موجودين، اقسمهم على البي اللي برضو جيفن في المساله. تمام؟ واحسب منها مين؟ الار بي على الار او. يبقى مش قدامي ان انا احسب الار ال، سهله جدا، اعوض تعويض مباشر في القانون واشوف القصه هتبقى بكام. تمام يا جماعه؟ تمام. طيب لما اعوض واشوف القصه تبقى بكام من اهوت، ابتدي ارجع بقى اعمل ايه؟ احسب الاي سي دي تاني، بس المره دي للايه تيرمز. هلاقي ان اتحسنت الافشنسي، بقت وصلت لكام يا جماعه؟ ها 81.3%. يبقى انا كده عندي الافشنسي اتحسنت تقريبا بمقدار الضعف، مجرد ان انا زودت عدد التيرنز لكام؟ ل 8. ماشي؟ طيب الحته الاخيره بقى ده مثال تاني برضو، ازاي احسب الدايركتيفيتي وازاي احسب الافكتيف ابرتشر. قال لك الدايركتيفيتي تقريبا بتاعت نوع الانتنة ديت اللي هي السمول لوب انتنة بتساوي تقريبا 3 على 2 اللي هي 1.5. يبقى الافكتيف ابرتشر ماكسيمم افكتيف ابرتشر هي عباره عن لامدا سكوير ديفايد باي 4 باي في دي نوت اللي هي 3 لامدا سكوير على 8 لامدا. هنحسب تعالى هنا مساله اهي، بيقول لك ذا راديوس اوف سمول لوب اوف كونستانت كرنت ماشي از لامدا اوفر 25. Find the physical area of the loop and compare it with maximum effective aperture. هنحسب عادي الاس ومنها نحسب الافكتيف ابرتشر بكام، ونقسمها على الفيزيكال ابرتشر عشان اجيب حاجه اسمها ايه يا جماعه؟ ها اللي هي الريشيو بين الافكتيف ابرتشر والفيزيكال ابرتشر، هلاقيها 23.66. تمام؟ وده حاجه غريبه شويه، لان احنا بنقول ايه؟ بنقول ان الالكتريكال لوب ديت 24 تايمز لارجر ذان اتس فيزيكال سايز، وده شيء غريب، دايما الافكتيف ابرتشر بيبقى اقل، صح ولا انا غلطان؟ ولكن في الحاله دي لا بتكون اكبر شويه. تمام؟ الجزء ده خاص بحاجه اسمها سيركلر لوب اوف كونستانت كرنت، ده يعني ممكن نقول عليه اللي هو اللارج لوبس. انا مش هشرح فيه كتير، بس حب تطلع عليه، هو نعتبر الجزء ده الاطلاع فقط، يعني جزء اللي هو السيركولار لوب اوف كونست كارنت، اتمنى ان فيه وتطلع عليه بس مش اكتر من كده. يمكن الايكويشن بتاعته هيبقى داخل فيها بيزل فانكشنز وكده، وانتم ما خدتوش بيزل فانكشن فصعب عليكم شويه، فعشان كده انا هكتفي بالجزء بتاع السمول لوب. الجزء الاخير ده ممكن تطلع عليه قرايه فقط. شكرا لكم يا جماعه، شكرا لحسن استماعكم.